السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي، معاكم ميسهام محمد، مدرسة مادة الدراسات الاجتماعية في مدارس بدر تايجرز الخاصة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس التاريخ، وهو بعنوان الحملة الفرنسية على مصر، أو دخول الحملة الفرنسية مصر 1798 إلى 1801 ميلادي. أسباب الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية حبايبي كانت حملة سرية لا يعلم بها غير قائد الحملة فقط، وهو نابليون بونابرت. ليه الحملة كانت سرية وليه فرنسا كانت بترغب في ان الحملة تظل سرية؟ لانهم كانوا خايفين من ان تتسرب اخبار الحملة الى انجلترا، وبالتالي تعارضها انجلترا وتهاجم الحملة او الاسطول الفرنسي وتقضي عليه. وعشان كده ارادت فرنسا ان تكون الحملة سرية، وارادت فرنسا ايضا ان هي تدخل مصر عشان كانت بترغب في اقامة مستعمرة لها في الشرق ويكون مركزها مصر. عشان كده ارسلت حملتها الى مصر عام 1798 ميلاديا. احنا بنقول حملة، يعني ايه حملة؟ الحملة تجهيز جيش وتوجيهه لأهداف حربية، يعني أنا بجهز جيش وبمده بالعداد وبالأسلحة وكل شيء عشان هدف حربي. طيب يعني إيه احتلال؟ الاحتلال هو استيلاء دولة على بلد أخرى بس قهرا، يعني بالقوة، أنا بستولى على دولة بالقوة. أسباب الحملة الفرنسية على مصر. في أسباب معلنة يعني غير حقيقية كانت الحملة بتقولها وبترددها دايما، وفي أسباب غير معلنة حقيقية. الأسباب المعلنة، أول حاجة كانت بتقول فرنسا إن هي جاية عشان تأديب المماليك وتحطيم قوتهم ونفوذهم، وكمان إن هي جاية عشان تحمي تجارة الفرنسيين وتجار الفرنسيين من ظلم المماليك، والادعاء أيضا بأن هي جاية عشان تقف إلى جانب الشعب المصري وإنشاء حكومة وطنية مصرية يكون الحكم فيها لمين؟ للمصريين. يبقى هي قالت إن هي جاية عشان تأديب المماليك، حماية التجارة والتجار الفرنسيين من ظلم المماليك، والادعاء بإنشاء حكومة وطنية يكون الحكم فيها لمين؟ للمصريين. طب الأسباب الغير معلنة اللي هي بقى حقيقية والهدف الأساسي لمجيء الحملة الفرنسية، تهديد مصالح إنجلترا بقطع طريق الاتصال بينها وبين مستعمراتها في الهند. كانت جاية الحملة الفرنسية عشان كانت عايزة تهدد مصالح إنجلترا وتقطع الاتصال بينها وما بين مستعمراتها في الهند، وكمان كانت بترغب في إنشاء زي ما قلنا مستعمرة فرنسية في الشرق بس تكون مركزها مصر. عشان كده أرسلت الحملة الفرنسية عام 1798 إلى مصر. ماذا تعني كلمة مستعمرة؟ يعني إيه مستعمرة؟ إقليم بيحكمه أجنبي وبيكتفي باستغلاله اقتصاديا وعسكريا، يعني إقليم بيكون مش يعني مثلا بيكون مصري زي مصر وبيحكمه أجنبي وبيبدأ إن هو يستغل كل حاجة عنده سواء اقتصاديا أو عسكريا. تجهيز الحملة، بدأ نابليون يجهز حملته اللي هتذهب إلى مصر، أو الحملة الفرنسية على مصر. بدأ يزود الحملة بالآلات والمعدات والأسلحة اللازمة للحملة، وكمان ضمت الحملة دي علماء في مختلف الفنون والعلوم، يعني مش بس كانت حملة بتضم آلات وأجهزة ومعدات وأسلحة فقط، لأ كان معها علماء من مختلف الفنون والعلوم إلى جانب رسامين ومصورين وكتاب أيضا. خط سير الحملة، أبحرت الحملة من ميناء تولون، يعني بدأت تبحر من ميناء تولون. فين ميناء تولون؟ جنوب فرنسا، في مايو 1798. بعد كده راحت واستولت الحملة الفرنسية على جزيرة مالطا، ومن جزيرة مالطا ذهبت إلى جزيرة كريت. ليه الحملة اتجهت إلى جزيرة كريت؟ بما تفسر ليه؟ لتضليل الأسطول الإنجليزي، لأن فرنسا كانت عايزة تضلل الأسطول الإنجليزي إن هي مش راحة على مصر، فكانت بترغب في تضليل الأسطول الإنجليزي، عشان كده استولت على جزيرة كريت. بعد كده وصلت إلى ميناء الإسكندرية وقاوموها أهل الإسكندرية مقاومة جديدة جدا، وكان حاكمها السيد محمد قريم، ولكن انتهت بطبعا هزيمة المصريين، واستطاعت الحملة الفرنسية دخول الإسكندرية واحتلالها، وكده بدأ الاحتلال الفرنسي لمصر. واجهت المماليك أيضا
حصل هذه الصراع تاني ما بين المماليك وما بين الحملة الفرنسية في مكان اسمه شبرخيت وإمبابة، ولكن كتب النصر أيضا للحملة الفرنسية وهزم المماليك وفروا إلى الصعيد ودخلت الحملة القاهرة. دارت معركة اسمها أبيكير البحرية عام 1798 ميلادية. أثناء مسير الحملة ومجيئها ودخولها إلى مصر، بس وصلت رسالة إلى قائد الحملة نابليون بونابرت من قائد كليبر، وكان بمحتوى الرسالة بيؤكد فيها إن قامت الحملة أو الأسطول الإنجليزي بتحطيم الأسطول الفرنسي، وكان الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون. وبعد كده يا ولاد حصلت دارت معركة وتحطم الأسطول الفرنسي، نتائج معركة أبيكير أو أبيكير البحرية في 1798. النتائج اللي ترتبط على المعركة دي: تحطيم طبعا الأسطول الفرنسي، وانقطاع الصلة ما بين فرنسا والجيش الفرنسي الموجود في مصر. لما حصل تحطيم للأسطول فبكده انقطع الاتصال ما بين الحملة وما بين فرنسا، واعتماد طبعا الفرنسيين بقى بعد ذلك على سد احتياجاتهم من اي شيء بيرغبوه من الغذاء او مية او كده من الموارد المصرية، يعني بدأوا يستغلوا الموارد المصرية. طبعا ضعفت القوة الفرنسية وروحهم المعنوية بسبب الهزيمة في معركة أبيكير البحرية عام 1798. كده حبايبي اكون انتهيت من الفيديو بتاعي، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وده التقويم حلو، وان شاء الله اشوفه معاكم في حصتي.